لوكس شردت هين 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 هاي هاي هين شايف الحجر هذا؟ استنى شوي شايف الحجر هذا؟ اه هيو هيو ورا نزل لي السيب انا بدي انزل يلا هيا طويله تحت الحجر هذا بس يشد لي السلم شوي اعطيني العصاي امسك جرايد بديش تشرد محل ابعد من هيك شو انت بدك تصور انت بدك تنزل واحد درجه لا ليش بس هيدا انتو ضايقتوني فيها فضاع عرضه هذا ببريس اسقط الحياة يا زلمة انتو ضايقتوني في السلم غلط حطيتوه هل ارفعه؟ لحظة شو بس اذا دخلت تحت الحجر مصيبة هاي هاي شفتها؟ بس دي شيها تشرد وين؟ هاي هاي ورا الحجر هذا طيب كيف بدك تسقطها؟ اصبر شوي في عندي رؤيه اصبر شوي يا زلمة اصبر صورتها شو بدي اشدها هاي بديش تشرد محل ثاني لا تنخشش طيب اصبر شوي تسقط لي البليفون اطلع تطي اسمع لا لا اصبر شوي اسقط لك اياها اصبر اذا انا بسقطها بس بدي ازيح الحجر هذا هاي بدها تطلع هي ها غريبة الحياة هاي يا ابوي راس هلف عليك هاي راسها شفته دشر دشر لا لا بتختلف الرواية هاي شفت شو بتكرس؟ تكرس هيها والله فريك طلعت صياد حيوان بفتش بديش تشرد طيب شفت شو بتعض؟ اعطيها اسقطها من راسي لا 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 انا بسقطها بس هاي لونها غير رائد هاي حي مقاتلة بعرف ايش نوعها انا هاي اول مرة بشوفها انت مالك شو الحال بس هكي بدي اشوفها شوف شو طلع من عندها صار فيش زي هنا حبيبي شو؟ انا بدي يسقط لي يجي يضوي لي في البليفون انا بدي يضوي لي في البليفون طيح انت انا ماليش على الحياة بديش تشرد الحية نزلت على الزغليل بديش تشرد شردت 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 اصبر اصبر بديش تطلع سامة بديش تكرسني تبقى سامة اسمع لونها غريبة رائد هاي الحية طب هاي يعني على ابو التلفون امسك لي التلفون امسك امسك التلفون بس بسرعة امسك التلفون بسرعة 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 قبل ما تشرد قاعدة بتشرد امسك لي التلفون امسك رائد رائد شدها من راسها بلاش تطلع سامة هاي استنى شوي رائد لحظة شوي امسكها منيح يا اخوي هذا سامة يا جمال لحظة ايوه بدي اخليها هيك ورد اشدها منيح اللي ما تشردش ها هيك بدي اشدها من راسها اصبر شوي اضوي لي في البليفون ضويت في البليفون ولا وقفته؟ لا ماشي 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 عشان اطلع فيك وفي شوف انا ايش ربها معي خايف تبكى شو اسمه لا 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 بتغلب يا زلمه طويت لي في البليفون خليها شوي اشدها من عيان انا بس اسقط راسها خلاص ليش تشرد طاس يا امي اكبر اصبر شوي يا ابن الحلال مالك انت انا حي اول مره بشوفها تفتشني مجنون ايوه استنى اطلع يلا ها اطلع خليك خليك شوي خليك شوي ضغط في اللوكس اوقف اطلع انت خلاص شدت حط توقيف ايوه تابع
متابعة. طب صورني معه في المتابعة خلينا ادخل التاريخ يا زلمة. يا زلمة اصبر. هاي شوف محلاها هالحية هاي. بتجنن. شوف اللون محلاها. هذا حياة يا كفر بالك. حلوة. حياة يا كفر بالك. هذا مجدي حمادي. هاي الحياة بكفر مالك. وإحنا هالكيت. في عين سامية. في عين سامية بكفر مالك. فرينا 10 بيار عبين. 10 بيار. شايف 10 أنت ما طحتش. أزرق. 10 بيار صرنا طلع. ولا 10. هلا الحين. هذاك في 11. 10 بيار. هاي الحية صغيرة. طبعاً هاي الحية. أعطيني عود. ملهاش اي علاقه في السم، مش سامه، فش الهنياب ومش سامه. هاي شغل معقول حمام وزغلي. لا هاي مش سامه نوع الحيه. طب هذه فرخه. بس مش سامه. طب وين ابوها وامها؟ خلاص الكف على طول. ما تنسوا يا اخوان فضلا وليس امرا، اللي بيحب يتابعني على تيك توك هاي رابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات. والسلام عليكم.